بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة المائدة، الدرس 50. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. في هذه الآيات الكريمات يبين الله سبحانه وتعالى عقوبة الذين يضادون الله ورسوله ويعتدون على محارمه وعلى حرمات المسلمين. يبين الله عقوبتهم في الدنيا بإقامة الحد عليهم، وهو ما يسمى بحد المحاربين أو حد قطاع الطرق، وذلك لأجل الحفاظ على أموال الناس وأرواحهم وأمنهم. وقد تقدم الكلام في الحلقة السابقة على قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، إلى آخر الآية. وأما قوله سبحانه وتعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، هذا استثناء منه سبحانه وتعالى لمن تاب من الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. من تاب منهم قبل إلقاء السلطة القبض عليه فإنه يترك إذا كانت توبته صحيحة. وأما إذا تاب بعد إلقاء القبض عليه فإنه لا يسقط عنه الحد في الدنيا، لا بد من تطبيق الحد عليه. وأما فيما بينه وبين الله فهذا يوكل إلى الله سبحانه وتعالى، وهو يعلم صدقه في التوبة أو عدم صدقه. وقال سبحانه وتعالى بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، لما ذكر جرائم اليهود والنصارى وجرائم المحاربين لله ورسوله، أمر المؤمنين أن يتقوا الله وأن يحترموا أوامره ونواهيه وحقوقه وحقوق عباده. اتقوا الله
أي اتخذوا وقاية من طاعته واجتناب نهيه تقيكم من عذابه سبحانه وتعالى وغضبه، وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا، ابتغوا ويطلبوا الوسيلة وهي التقرب إلى الله، اقصدوا ما يقربكم وافعلوا ما يقربكم إلى الله سبحانه وتعالى. فالوسيلة في الأصل هي السبب الذي يوصل إلى المقصود، والذي يوصل إلى طاعة الله ودخول جنته والنجاة من ناره هي طاعته سبحانه وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فمعنى قوله ابتغوا الوسيلة أي اطلبوا ما يقربكم إليه سبحانه. وتطلق الوسيلة ويراد بها منزلة في الجنة، منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. شرع لنا بعد الأذان أن نقول اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فنحن نقول ذلك هذا الدعاء العظيم بعد الأذان امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم، ورجاء لما وعد به من نيل شفاعته يوم القيامة. وليس المراد بالوسيلة ما يقوله المخرفون والجهلة والكذابون، أن الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله واسطة من خلقه يرفع حوائجك إليه ويقربك من الله، كما قالوا ما نعبدهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهم يتخذون الوسائط بينهم وبين الله في قضاء حوائجهم من الأنبياء والصالحين، ويفسرون الوسيلة بذلك، وهذا كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى. فلا يقرب إلى الله جل وعلا إلا طاعته وامتثال أمره، ولا ينفعك أحد من الناس، كما قال تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه، كل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فلا يغني عنك من الله أن تتخذ واسطة ووسيلة من خلقه، وإنما الذي ينفعك عند الله عملك، عملك الصالح. وابتغوا إليه الوسيلة، ولهذا قال وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله، هذا أمر آخر، أمر ثالث، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله، هذا أمر ثالث. والجهاد بذل الوسع والطاقة في إعلاء كلمة الله ونشر دينه، وهذا يشمل جهاد النفس على طاعة الله، ويشمل جهاد الشيطان بمعصيته وترك ما يأمر به وفعل ما ينهى عنه، وجهاد المنافقين، وجهاد العصاة من المسلمين
والمؤمنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجهاد المنافقين برد شبهاتهم وأكاذيبهم وبيان باطلهم وخداعهم حتى لا يضر أحدا من المسلمين أو يغروه، وجهاد الكفار بالسلاح وحمل السلاح ودخول الحرب معهم لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، فإنهم يصدون عن سبيل الله ويؤذون المسلمين ويضايقونهم وينشرون الكفر، فيجاهدون لإعلاء كلمة الله سبحانه وقمع الكفار وكف شرهم عن المسلمين. وجاهدوا في سبيله ابتغاء مرضاته سبحانه، مخلصين له في الجهاد، لأن يكون القصد هو إعلاء كلمة الله ونصرة دينه. ثم قال جل وعلا: لعلكم تفلحون. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لمن فعل هذه الأوامر، اتقى الله وابتغى إليه الوسيلة بطاعته سبحانه وجاهد في سبيله بأنواع الجهاد مخلصا له في ذلك، لأنه يفلح يوم القيامة فيكون من أهل الجنة دار الفلاح وينجو من الخسار. لعلكم تفلحون. ثم بين سبحانه وتعالى عاقبة الكفار الذين خالفوا أوامر الله ولم يتقوه ولم يبتغوا إليه الوسيلة ولم يجاهدوا في سبيله، فقال: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه، لو أن لهم ما في الأرض، كل ما على وجه الأرض من الممالك والأموال والثروات والمعادن والصناعات، كل شيء، لو كانوا يملكون كل ما على وجه الأرض ومثله معه، مثل ما في الأرض معه إضافة إليه ليقدموه فدية لهم يوم القيامة ويشتروا به أنفسهم من عذاب الله يوم القيامة، ما تقبل منهم. فمن مات على الكفر والشرك بالله فإن الله لا يغفر له ولا يقبل منه فدية مهما بذل. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، فلا تنفعهم الفدية يوم القيامة. ليفتدوا به من عذاب الله ما تقبل منهم، لم يقبله الله منهم ولا يسقط عنهم العذاب، لأنهم لم يقدموا في دنياهم ما ينجيهم من عذاب الله وماتوا على الكفر، فلم يكن معهم ما ينجيهم أو معهم شيء من أسباب النجاة، فلا ينفعهم حين ذاك محاولة التخلص. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.